من التدخيق باش ينحيونا الغطاء السياسي. دارونا شغل مؤسسة عادية وصنفونا كعاون إداري في درجة الخامسة، يعني بعد التضحية اللي قدمناها ردنا اعتبار تاعنا. واش قالت لنا الدولة؟ قالت لنا راكم صنفين كأعوان إدارة، إيش ما كنا مستغلين في الوظيفة. حنا نطرحوا سؤال في العشرية السوداء، لماذا رفعنا السلاح؟ هذا هو السؤال الذي يقترح يستاهل الإجابة. لماذا رفعتم السلاح في سنة 93 94 95؟ يا هل ترى كنتم بطالين تحوسوا على نفوس الترافاي؟ يا إما نداء الوطن اللي جابكم. نداء الوطن هذا هو السؤال. هذا هو السؤال اللي لازم نطرحوه على جميع أي عون الذي رفع السلاح في العشرية السوداء. لماذا رفع السلاح في العشرية السوداء؟ يا هل ترى على 1500 ألف ولا 700 ألف باش تروح تقتل جزائري ولا يقتلك الجزائري؟ يا هل ترى على جال 1500 ألف ولا 700 ألف هذاك الوقت باش تروح تقاتل في الجبال؟ حنا هذا الجهاز نحانا الغطاء السياسي، نحانا الغطاء السياسي، رجعنا كمؤسسة عادية. اليوم راكم تشوفوا السياسة اللي خذتها، سياسة البريكولاج اللي خذتها الحكومة. واش قالت؟ دارت إعادة انتشار للأعوان. يا هل ترى هذا إعادة الانتشار؟ اليوم مازال الأعوان الحاج البلدي راهم يخدموا بالكونترا. اسم المستقبل تاعكم ما راهش مضمون. أنا نقولها ونصرح بها باللي مستقبل نتاعكم ما راهش مضمون. راك مازال لحد الآن في المؤسسات تخدم بالكونترا. اسمع، عاب يسهلوا لك للتجديد ولا يزيدوا يكريوك، يزيدوا يخدموا بيك في صونا تراك وسموه في صونا الغاز، يكريوك المؤسسة بريفي. يا الخوا هذا هو التنديد نتاع اليوم. رانا نقولوا للحكومة، رانا نقولوا للوالي يبلغ وزير الداخلية ويبلغ رئيس الجمهورية باللي رانا نندوا بسياسة البريكولاج. حنا لازمنا الاعتراف الرسمي بالتضحية. حنا ضحينا من أجل إنقاذ الجمهورية. لازم الاعتراف الرسمي. زين، استرجاع جميع الحقوق المهضومة.